حقيقة هذه بادرة طيبة، الناس اللي قاموا بهذا التكريم ديال الحاجة فاطمة الركراكي اللهم تعالى يشافيها، يعني هذه بادرة خصها يعني كل الرواد اللي ساهموا واللي كافحوا واللي داروا أرضية لهذا الميدان المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، يعني خصهم تاهما يتكرموا وتكون دائرة، يعني اليوم هذا غدا الاخر بعده وتكون استمراريه. فحقيقه هذه بادره دارتها للوزاره ديال الاتصال وديال الثقافه ولا مسرح محمد الخامس ولا هاد الناس اللي شرفوا على هذا التكريم، فالله يجازيهم. وحقيقه يعني هذا جميل، غادي يبقى بين اعين الرواد اللي كافحوا اللي ضربوا تماره في هذا الميدان. فأنا أتمنى من أعماق قلبي أن تستمر هذه الظاهرة ديال التكريم، لحقيقة تكريم جيد. خليني من التكريم ديال طبيصل وديال الشهادة ديال 400 ريال، هذا هو التكريم وإلا فلا، لأن الفنان رغم أن هذا التكريم جا شوية معطل، يعني كنا نكرموا لالة فاطمة الركراكي ملي كانت بعويناتها وكانت باقا صحيحة، ولكن الكمال لله مزيان، يعني المهم انه فكروا فيها. وحقيقه ان في عهد جلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويحفظه، يعني ولا الفنان المغربي الحمد لله ولا كيتنعش، وهذه بادره طيبه وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.